السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان. فيديو النهاردة هنتكلم عن لو أنت اشتريت من حد قص حمام لاحم والحمام ملحمش العيش في العيش، هل كده يبقى غشك ولا هيبقى الموضوع إيه؟ ده سؤال بيجيني كتير. الحمام اللاحم لازم إن هو يلحم العيش بالعيش ولا ممكن يلحم وممكن ما يلحمش وممكن يبيض بعد قد ايه؟ يعني اقصى حاجة الحمام اللاحم ممكن يبيضها بعد قد ايه؟ هقول لك على كل حاجة، بس اعمل لايك للفيديو وتعالى على طول نبدأ الفيديو. هوري لك برضو امثلة وعينة من الحمام اللاحم بيعمل ازاي. معنا القص ده ما شاء الله معزقليل اهو، لسه عمرهم نقول مثلا ايه 12 يوم، اقل من اسبوعين او 12 13 يوم، والنتايه اهو حصت اول حصويه ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب تعالى نشوف تاني قص تاني، هنا تقريبا نفس العمر اهو ولسه ما حصتش. خلاص يعني هل كده في مشكله؟ لا بسم الله ما شاء الله. هنشوف كده اهم شيء الزغاليل صحتها ايه، الزغاليل صحتها كويسه رغم ان الزغاليل لسه حجمها لسه طري زي ما حضراتكم شايفين، يبقى ما نقلقش من اي حاجه. لسه هنشوف برضو حاجه تانية هنا برضو القص ده، تعالى نشوف اهو مفيش بيض اهو. خلاص هما بيحضروا برضو العيش ومعهم الزغلولين تقريبا نفس العمر برضو اللي احنا شفناه في القصين اللي فاتوا. هنا بيض، هنا مع زغلول بتاعهم وزغلول تاني انا محضنه، ده القص ده اللي كان بيبيض الاربع بيضات اللي حضراتكم شفتوه قبل كده. النتاية عليها بيضة، بننتظر ان هي تبيضها النهاردة او بكرة، لكن الزغلول البني ده مش بتاعهم طبعا. هنا الزغلول دي كبرت بعمر اكبر، هنقول ايه ان هو كده فيهم عيب؟ لا ما تقلقش من اي حاجة. هنشوف برضو ليه هنا تأخرهم، لان معاهم اربع زغليل اهو. الناس اللي بتستغرب من الحكاية دي اهو، اربع زغليل، اتنين اكبر شوية من اتنين، بس طبعا ما بعملش الحكاية دي غير والزغليل كبيرة، ما بحطش الاربعة وهم لسه في عمر اللبة، يعني لازم يكون عدى عليهم على الاقل اسبوع عشان احط الاربعة كده. تمام، هنا برضو القص ده ما شاء الله، طب ده زغليله كبرت، هنقول ايه زغليل ده بقت 25 يوم ولسه ما حصوش، هل كده في مشكله؟ لا ده القص ده من احسن القصوص عندي. طيب ليه بقى القص ده ما حصاش كده؟ هقول لك انا، الحمام اللاحم يا جماعه مش مكنه بيض، يعني مش كل مره تظبط عليه مثلا بر المره دي 12 يوم، لا يبقى المره اللي بعدها 12 يوم، لا ممكن بعدها المره اللي بعدها يبقى 25. وعلى فكره لما يبقى 25 ده كويس جدا. ليه بقى؟ تكون الزغاليل خدت حقها، يعني القص ده احتمال كبير قوي يبيض بكره، انا شايفهم قاعدين في الطاجن فاكيد بيحضروا عيش، وطبعا لما يكون معاهم زغاليل تحس ان الاهالي بتاخر نفسها شويه في البير عشان تراعي الزغاليل، ده طبعا من حنيه الاهالي على زغاليلها يعني. طيب ده اللي هو حصه ده ومعاه الزغاليل صغيره، اشمعنى ده؟ هقول لك، هو كل الحمام ده نفس السلاله، لكن ده ممكن العش اللي بعد كده يطول شويه، يبقوا 12 يوم، يبقوا 18 يوم، يبقوا 20 يوم، يبقوا 25 يوم، مش كل مره ان هو يبقى كده. يعني انت ما تشتريش قص من واحد ومن اول عش تحكم عليه، لا جربوا عش واثنين وثلاثه واربعه، بعد كده تحكم على السلاله، مش كل مره هيبقى نفس الحكايه. ممكن يشتغل 20 3 يلحمهم كده على 12 يوم، ممكن 15 يوم، ممكن 20 يوم، يعني الموضوع مش ما تقعدش تحسب له 12 يوم بالظبط. لا في من 12، والله انا سمعت حد بيقول ان بيلحم من 7 ايام كمان. مش كل مره الحمام هيعمل هيبيض بعد 12 يوم، ممكن 12 ممكن اكتر من كده يعني. طيب ده يا جماعه الناس اللي هي كانت بتسالني على الحمام من لاحم، الناس اللي عايزه تشتري مني حمام لاحم. ده حمام انا اشتريته هنا اهو، بسم الله ما شاء الله، ادي 2 4 زي ما انتم شايفين كده 6. الحمام ده انا شاريه شغال برضه، مش مطمن ان انا اسلمه لحد بالامانه، يعني لازم اعطيه جرعات وقائيه. والله انا كنت بعته وكنت منتظر ان صاحبه يجي يستلم الحمام ده يوم الجمعه اللي فاتت، لكني كنت قلقان الحمام يعني ايه
حسيت اني مش طالع زي الحمام بتاعي، فحبيت ان هو يكون زي ما انا بطلع الحمام، فبعطيه كده جرعات وقائية، شوية حاجات كده بعملها علشان اللي ياخد الحمام مني يكون مني انا. فهنا ما شاء الله انا بجهز اهو، ادي 2 4 6، نقول هنا ايه، هنا كمان كده يبقى 7، ومعانا 3 اسوس بره في مكان تاني، يبقى كده 10 اسوس ان شاء الله بنجهزهم لواحد، اذا ما خدهمش صاحبهم اللي هو طالبهم يكونوا من نصيب اي حد ان شاء الله، وربنا يبارك للي هياخدهم باذن الله. ده قسم اللي هو بره في مكان تاني، في سلكة تانية اهو ما شاء الله، وهنا كمان قص اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله، برضه مش اخدين على الحبسة. هنا كمان قص اهو تالت، يبقى كده ال10 اسوس اللي قلنا عليهم بسم الله ما شاء الله، المستوى محترم، لكن انا بشيك عليهم كده بشوية ادوية وشوية رفع مناعة وحاجات زي كده يعني. طيب قبل ما ننهي الفيديو، في صديق كلمني على الواتس بيقول ان هو من محافظة المنيا، عنده 20 قص لحم. طبعا كان في ناس كتير جدا بتسألني من الصعيد، وانا بقول ان مفيش شحن من دمياط الى الصعيد اللي هي دمياط اللي هي بلدي الى اي مكان في الصعيد، ففرصة كبيرة ان في حد، انا سعيد جدا لان طلبت اللي حد عنده حمام عايز يبيعه يكلمني وانا انشر له الفيديو، لكن هو طبعا لسه ما بعتش الفيديو، فان شاء الله لما يبعت الفيديو هننشره للناس اللي هي قريبة او الناس اللي في الصعيد، يكون هو اقرب لهم، هو في محافظة المنيا، الناس اللي في الاقصر، الناس اللي في اسوان طبعا هيبقى اقرب من دمياط، الناس اللي مش عارفة تجيب حمام لحم منين. هو بعت لي فيديوهات كثيرة كده يعني لقطات، لكن ان شاء الله يبعت لي فيديو طويل عن الحمام بالتفصيل عشان الناس اللي هي حابة تشتري حمام ومكانها بعيد عليا، انا مش عارف اشحن لهم حمام، وطبعا الكميات اللي عندي مش مكفية حد، فاضطريت ان انا اشتري الحمام التاني ده، ممكن اسلمه ممكن ما اسلموش، ممكن اسيبه لنفسي، انا شاريه عموما بنية كده ان انا ممكن اسيبه يجدد دم الحمام اللي عندي، واذا حد استلمه اهلا وسهلا، ما حدش استلمه يفضل عندي. لكن طبعا انا بجهز حمام شباب كتير اهو، شايفين اهو بسم الله ما شاء الله في لحم شباب كتير ما شاء الله عندي اهو، في مكان تاني برضو. طبعا السايب ده يا جماعه ما اشتغلش كله لسه شباب، فانا بسيب السايب كده بره، ما بسيبش الحمام الشغال في السايب. هنا في المكان ده طبعا باقي الحمام اللحم اللي انا بجهزه، وبعض الحمام الشباب الزاجل، ده طبعا معظمه شباب اللي هو الزاجل، واللحم ده كله شباب يا جماعة لسه ما اشتغلش، لكن طبعا لسه في شباب صغير اللي بيجهز بنحبسه في السلكة وبنعرضه للبيع. عايز اوري لحضرتك بس كده الحمامة من قريب، المستوى واضح يا جماعة بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة محترمة 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 يعني، واهم حاجة ان انت تاخد حاجة مضمونة شغالة، يعني شغالة صحة حمام كويسة، يبقى صحة الحمام كويسة والبركة من عند الله ان شاء الله. لو انت من الصعيد وعايز تشتري حمام لاحم، الفيديو القادم هيبقى علشانك ان شاء الله، بس يبعت لنا ان شاء الله صاحب الحمام اللي هو من المنيا، الناس اللي يكون قريب منها او ممكن هو يشحن لهم، لسه ما نعرفش هيبقى ظروف ازاي، تنتظر الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.